من إحدى الأخوات المستمعات من ليلى بالأفلاج رسالة تقول: أم العنود لها أكثر من سؤال في أحد أسئلتها، تقول: ما حكم حرق الأنف للنساء؟ وهل هو صحيح أم بدعة؟ وهل التي لم تفعل هذا تكون آثمة؟ نرجو أن توضحوا لنا الحكم، جزاكم الله خيرا. لا نعلم فيه بأس، بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء، حرق الأنف والأذن، هذا مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي، فلا حرج فيه إن شاء الله وليس بواجب. جزاكم الله خيرا.